تدمير التحالف السعودي خلال سنوات الحرب طال أكثر من 1488 منشأة تعنى بنظم المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ. هذا التدمير انعكس نقصا حادا في إمدادات المياه الصالحة للشرب. فضلا عن ذلك كله، انتشرت الأمراض والأوبئة بسبب تدمير محطات الصرف الصحي. من أكثر القطاعات التي تضررت بفعل الاستهداف المباشر من قبل العدوان، سواء كان ذلك بالقصف المباشر لإبطال البنية التحتية للقطاع في مختلف المحافظات والمديريات، أو الأضرار التي لحقت طبعا بالقطاع من خلال الحصار المستمر، وخاصة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية. هنا في صنعاء وقفة احتجاجية لدعم الموقف اليمني المناهض للحرب والحصار، وقفة تخللتها حملات للتبرع بالمال لمصلحة المجهود الحربي والدعوة إلى النفير العام في الجبهات. نقدم رسالة من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية إلى جميع الوحدات الإدارية محافظات ومديريات إلى إقامة وقفات احتجاجية وتقديم الدعم تحت شعار الذين ينفقون في السراء والضراء لجميع الموظفين والكادر العمل الرسمي في الوحدات الإدارية محافظات ومديريات. في وقت يعرقل فيه التحالف السعودي جهود السلام، تواصل صنعاء العمل على حشد التأييد الشعبي الكامل لخطواتها العسكرية والسياسية للضغط لوقف الحرب. مع تصاعد عمليات التحالف السعودي ضد المنشآت الحيوية لليمن، ازدادت الفعاليات والوقفات المنددة بالحرب والداعمة للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها لتحرير الأرض واستهداف العمق السعودي حتى وقف الحرب والحصار. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.